طور المحلول القياسي، فأسجل قيمة المادة يطلع لي البي اتش، بعدين أبدأ بإضافة المحلول القياسي بالتدريج. مثلا حطيت 3 مل، أسجل 3 وأسجل هنا قراءة البي اتش، وبعدين أضيف حجم آخر، أضيف بعد 3 بيصير 6، وأضيف وهكذا. فتملأ السحاحة بالمحلول معلوم التركيز، وأضيف حجوم معلومة منه إلى الكأس ببطء، وأسجل قراءة البي اتش. أتوقف عندما يبدأ جهاز البي اتش بتسجيل قراءة أو قيمة ثابتة، يعني أتوقف وأعرف أنه وصلت إلى نقطة نهاية المعاير. أيضا هذه النقطة عندما تصل القراءة إلى قيمة ثابتة أسميها نقطة التكافؤ أو نقطة الاتزان. في هذه الحالة سوف أعرف أن هذه النقطة هي النقطة التي يتساوى فيها عدد مولات الهيدروجين من الحمض مع عدد مولات الهيدروكسيد من القاعدة. عند تساويهما ستحدث حالة اتزان وينتهي التفاعل. دعونا الآن أعزائي نوضح هذا بالأمثلة، ونبدأ أولاً بمعايرة حمض قوي مع قاعدة قوية. لاحظوا معي هذا المثال. لاحظوا الآن هذا هو عبارة عن الرسم البياني، والرسم البياني يوضح تغير قيم البي اتش أثناء إضافة المحلول القياسي. دعونا نشاهد أولاً هذا المنحنى ماذا يمثل؟ كيف إذا ما كان عندي هنا معلومات متوافرة، كيف سأعرف ما إذا كان هذا المحلول قوي، حمض، قاعدة، ضعيف؟ فماذا سأفعل؟ سألاحظ نقطة بداية المنحنى. لاحظوا هنا نقطة بداية تقريبا عند الواحد، بما أن هاي النقطة الابتدائية لحد الآن ما أضفت أي حجم من المحلول القياسي. النقطة الابتدائية أو البي اتش لهذا المحلول هو عبارة عن 1، معناته أقل من 7، أقل بكثير من 7، معناته هو راح يكون حمض. وبما أن أقل من 2، يعني في هذا المدى بما أن أقل من 2 فراح يكون عبارة عن حمض قوي. وللمعلومية إذا كانت نقطة البداية تقريبا من 12 إلى 14 في هذا المدى راح تكون هذه المادة قاعدة قوية. من 12 إلى 7 إلى أكبر من 7 هاي راح تعتبر قاعدة ضعيفة، ومن فوق الاثنين إلى أقل من 7 هاي عبارة عن حمض ضعيف، نوضحها بعد شوي إن شاء الله. فنبدأ بملاحظة نقطة البداية، وقدرنا نعرف أن هذا عبارة عن حمض قوي. الآن أين المحلول القياسي؟ المحلول القياسي بما أن هذا حمض فالمحلول القياسي أكيد راح يكون قاعدة، وهذا هي حجم القاعدة المضافة، ويتم تسجيله تدريجيا مقابل إضافة أو تغير الـ pH. لاحظوا الآن أعزائي سلوك أو تغير منحنى الـ pH. لاحظوا الآن ماذا سيحدث عند إضافة تقريبا كل 5 ملي، نسجل تقريبا القراءة، ولكن عند إضافة من 0 إلى 40 ملي لتر من المحلول القياسي طبعا بالتدريج وتسجيل القراءة، نلاحظ أن قراءة البي اتش زادت من 1 إلى 2. لاحظوا عند 40 تقريبا، عند 40 تقريبا 2، فأربعين ملي لتر استطاعت أن تغير قيمة بي اتش الحمض من 1 إلى 2، يعني جعلته أكثر أو عفوا أقل حمضية. لاحظوا الآن عند إضافة مجرد 5 مل من هيدروكسيد الصوديوم المحلول القياسي تغيرت القراءة من 2 إلى 3. لاحظوا مجرد 5 ملي غيرت البي اتش بمقدار 1، يعني قل عدد أيونات الهيدروجين. لماذا حدث هذا الشيء؟ لاحظوا أعزائي أن المحلول اللي هو اللي في الدورق يحتوي على عدد كبير وفرة من أيونات الهيدروجين لأن حمض قوي، فيحتوي على عدد كبير من أيونات الهيدروجين. المحلول القياسي يحتوي على أيونات الهيدروكسيد السالبة، فأنا قاعدة أضيف أيونات الهيدروكسيد السالبة إلى أيونات الهيدروجين، وبالتالي
OH زائد H يتحدون معا يكونون ماء، ماء متعادل. فأنا قاعدة أقلل من حمضية هذا الحمض القوي، وأقلل من تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول مقابل إضافة تركيز مقابل إضافة أيونات الهيدروكسيد. فهنا في هذه الحالة لاحظوا أن مجرد هنا هذه الخمسة ملي غيرت في درجة البي اتش، وذلك لأن هنا في هذه الحالة أيونات الهيدروكسيد قاعدة تستهلك من أيونات الهيدروجين، فهنا في هذه الحالة أيونات الهيدروجين عددها قل، وعند إضافة مليمترات ضئيلة من القاعدة أو المحلول القياسي نلاحظ أن فجأة تغير البي اتش، تغير قراءة البي اتش من 3 تقريبا فجأة إلى 11 أو 12، فمعناته أن المحلول تحول من حمضي إلى قاعدي. فلماذا أو كيف تحول المحلول فجأة من حمضي إلى قاعدي؟ لاحظوا أن في هذه الحالة أيونات الهيدروكسيد استهلكت معظم أيونات الهيدروجين الموجودة في المحلول، وتفوق عددها، تفوقت على أيونات الهيدروجين الموجودة فيه، صارت هي الأقوى، فبالتالي أصبح المحلول قاعدياً. وبإضافة المزيد من هيدروكسيد الصوديوم محلول القياسي نلاحظ أيضا هنا زيادة تدريجية نحو في البي اتش يعني. فهذا هو ما يحدث حقيقة من خلال مشاهدة قياسات البي اتش. هذه المساحة، دعوني هنا أوضح أكثر على الرسم البياني، يمكننا من خلال هذا المنحنى تحديد نقطة التكافؤ. كيف يمكننا تحديد نقطة التكافؤ؟ أولاً أعزائي، نلاحظ نقطتين في المنحنى لهما نفس الميل، يعني مثلاً تقريباً هنا هذه النقطة وهذه النقطة، يعني نقول تقريباً عند pH تساوي 12 وتقريباً هنا هذه النقطة pH تساوي 2. منتصف المسافة بينهم تقع نقطة التكافؤ. كيف أحسبها رياضيا؟ أقول 12 زائد 2 مقسوما على 2 عشان أطلع بالضبط بدقة منتصف المسافة 14 قسمة 2 يساوي 7. فإذا نقطة التكافؤ راح تكون عند الـ pH تساوي 7 هنا. وهكذا نعرف أن الحمض والقاعدة قد تعادلا لإنتاج جزيئات الماء النقي المتعادلة، جزيئات ماء متعادلة، عشان كذي عطاني نقطة التكافؤ تساوي 7. وهكذا أعزائي، أي حمض قوي مع قاعدة قوية راح تكون نقطة التكافؤ دائما عند 7. الآن ننتقل إلى هذه الأسئلة حول منحنى المعايرة، نلخص ما ذكرناه. أولاً، على ماذا يدل الارتفاع الحاد الذي ذكرناه في قيمة الـ pH؟ يدل على أن جميع أيونات الهيدروجين في الحمض اللي موجود في الدورق قد تمت معادلتها بواسطة أيونات الهيدروكسيد من القاعدة. السؤال الثاني، ما اسم النقطة التي يتساوى عندها تراكيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد؟ نسميها نقطة تكافؤ المعايرة. السؤال الثالث، ما قيمة نقطة التكافؤ على المنحنى السابق؟ حسابها نفس ما ذكرنا عن طريق حساب المتوسط بين قيم نقطتين لهما نفس الميل كما حددنا في الشريحة السابقة، ويقعان عند بداية ونهاية التغيير الحاد في قيمة الـ pH. يعني لاحظوا هني، هذه زيادة تدريجية، هذه زيادة حادة. عند نقطة البداية والنهاية لهذه الزيادة منتصفها، هي تعتبر نقطة التكافؤ. ونحسبها رياضياً نفس ما ذكرنا، النقطة النهاية زائد نقطة البداية مقسومة على 2 وتطلع النقطة. ما الكاشف المناسب من الكواشف المعطاة في الجدول المقابل؟ عندي هنا
جدول يحتوي على 3 أنواع من الكواشف، وكل كاشف له مدى معين. ما الكاشف المناسب لاستخدامه في هذه المعايرة؟ نلاحظ المدى، مدى كل كاشف. الفينول فتالين 8.3 إلى 10، البرومو ثايمول الأزرق 6.3 إلى 7.4، الميثيل البرتقالي 3.1 إلى 4.4. نلاحظ نقطة التكافؤ، نقطة التكافؤ أعزائي كانت 7، فأبحث عن الكاشف الذي تكون 7 موجودة داخل المدى ماله. هل 7 ما بين 8.3 و10؟ لا، فإذن لا أستطيع استخدام الفينول فتالين. هل 7 تقع ما بين 6.3 و7.4؟ نعم، موجودة 7 هني، فإذن أستطيع استخدام البروموثايمول الأزرق. هل يمكن استخدام الميثيل البرتقالي؟ لا، لأن مداه أقل من 7، فما راح يبين، ما راح يتغير عنده اللون. دعونا الآن أعزائي ننتقل إلى مثال آخر، وهي معايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية، ونلاحظ هنا المنحنى. ولاحظوا المنحنى في اختلاف، بعض الاختلافات نوضحها الآن. لاحظوا هنا أن المعايرة أو هذا المنحنى عبارة عن 50 مل من حمض ضعيف، هذه الـ VA اللي هو حمض الميثانويك أو حمض الفورميك، تركيزه 0.1 فهذه الـ MA، مع قاعدة قوية هيدروكسيد الصوديوم تركيزها 0.1 فهذه عبارة عن الـ MB. لاحظوا الآن ماذا سيحدث هنا في هذا المنحنى. في البداية أحدد، إذا ما كان عندي معلومات موجودة، هذا المنحنى ماذا يمثل؟ هل هو حمض قوي؟ هل هو حمض ضعيف؟ قاعدة؟ نشاهد نقطة بداية المنحنى. نقطة بداية المنحنى تشير إلى درجة حموضة المحلول اللي موجود في الدورق المراد الحصول على تركيزه في الأسئلة السابقة، ولكن هنا نقطة البداية تقريبا 3.5 تقريبا 3.5، ف3.5 كما ذكرنا أعلى شوي من الاثنين، فراح يكون عبارة عن حمض ضعيف. فحمض ضعيف لأن ومعروف أن حمض الفورميك أساسا حمض ضعيف أو حمض الميثانويك. الآن المحلول القياسي راح يكون هو القاعدة NaOH وقاعدة قوية معلومة التركيز. نبدأ الآن كما ذكرنا، سجلنا أولاً